السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الكلاص اللي على شكل قطه هلو كيتي للوليدات، كنتمنى يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. بسم الله، على بركه الله. غادي ندوزو دابا المقادير اللي غنحتاجوها في هذا الكلاص. المقادير كتكون من علبه ديال لا كريم شانتيي، 4 لتر ديال الحليب اللي كنكونوا ديجا حطيناهم في الكونجيلاتور باش يبردوا، باش تطلع لينا هاد لا كريم تطلع لينا زوين. عندنا كاس مع مرش ديال سكر السنيده، عندنا 2 حكاك ديال كريم كراميل، هذا دانيت كراميل، لان غادي نديروا اليوم الكلاص بالذوق ديال الكراميل. عندنا 2 فلون كراميل، وعندنا 2 بكيات ديال اوريو. هاد 2 بكيات ديال الاوريو اول حاجه غادي نديرو ليهم، هما غادي ندكدكوهم هكا وهما في البكيه ديالي باش يجينا ساهل ملي نبغي نخلطوه. درنا 4 ديال الحليب، السنيدة، بودرة الشونتي، ودابا غادي نطلعو الكريمة. غادي المرة الأولى غنضربوها بشوية شويه ديال، ومن بعد عاد كنزيدو في الضربات ديال. دابا ها هي طلعت لينا الكريمه، ها انتما كتشوفوا. غادي نحبس وغادي نزيد 2 بكيات ديال فلون كراميل. وغادي نزيد فلون كراميل هذا حتى هو. حتى هو كيكون بارد في الثلاجة. غادي نضرب 1 2 ضربات عاوتاني باش يتجانس ليا. شفتوا باش كتكون ناجحه الكريمه؟ ناجحه كتعرفوها من هاد لو بيك دوازو. شفتو كيكون هنا، هذا كنسموه لو بيك دوازو. كيف ما كتلاحظوا ها هو تبدل اللون، ما بقاش بيض، ها هو شد اللون ديال الكراميل. دابا غادي نزيد هاد 2 بكيات ديال الاوريو اللي انا دكدكتو من قبل. ودابا غادي نبدا نحرك بالفوي من التحت للفوق. يتجانس ليا كل شيء ويدخل هاد الاوريو يدخل في يتجانس هو والكلاص. انا عندي هاد لي بواط ديال راس المشيشه، فكرت انني نديرهم لبنتي، فكره جديده. وقبل ما
نبدا درت ليهم واحد الفيلم اليمونتير باش يجيوني ساهلين مني نبغي نديمو ليهم. من بعد كنحط طيليهم بهذا الفيلم بحال هكا كنغطيها وندخلها للكونجيلاتور. عاود درت هاد لومولي هكا لي صغير درت ليه في الاول بافي الومنيوم لان كيشد البروده مزيان، وعاد درت ليه هذا ديال هذا ديال الفريغو لي ساك الكونجيلاتور، هادو درت لهم منهم وحده باش يجيوني ساهلين. من بعد كنطيوه هكا باش ما يشدش لينا الريحه ديال الحوايج الاخرين اللي حطيتنا في الكونجيلاتور، وندخلوه للفريغو على الاقل واحد 6 سوايع حتى كيجمد مزيان. دابا رجعت لكم باش نكملوا الديكوراسيون. ديموليت هذاك لومول هذا درته هو الجسد ديال القطه، والاخر درتو هو الراس ديالها كيف كيبان لكم هنا. درت ليها ركبت ليها هادو هنايا، هادو هما هاد المصاصات ديال الاوريو ديال الوليدات الصغيورين، هادو ركبتهم ليها الوليدات ورجيلات. دابا غادي ندير ليها العوينات ديالها، ها هما غنصوب لها الموستاش ديالها، وغادي ندير ليها هادو هنايا غنديرهم اللبسه ديالها اللي لابسه، وكيبقى تزيين اختياري على حسب كل واحد شنو اللي كيعجبو. غنصوب ليها الفيم ديالها، نديروها ضاحكه، نزوقو في الجنيبات بحال هكا، وهذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما كتشوفوا. درت لبنتي ووليدات خالتها شكل قطه. هنا هادو كليبوات عندي صغيورين، ها هما يا درت منهم هادو، وبالصحة والراحة.